الله اكبر. مرحبا وسهلا. مرحبا السلام وسهلا. عليكم الوالده. عليكم السلام ورحمه الله. يلا من يانا ثاني. اهلا ابوي. يا مرحبا وسهلا الوالده. العافيه عليك. مش حالك؟ بخير. مرحبا حالك؟ ابوي بخير. شو اخبارك؟ بخير وسهلا. ان شاء الله بخير. وياكم يا ربي. يلا بما انه هلت علينا اشهر الحج هاي الايام الطيبه المبروكه، بس عندي سؤال بسالكم، شو تعرفون عن اضحيه العيد؟ يا الدور، الأضحية هي سنة مؤكدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، وهي إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، لما أمره ربنا أن يذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النهر. وانت يا ولدي؟ الأضحية هي شكر الله تعالى على نعمتي المال والحياة. بارك الله فيكم يا عيالي. أنا الحين بتواصل مع الجهات المعنية والبلدية عشان نعرف المواقع المعتمدة لاستقبال جمهوري بيضحي. صحيح يا ولدي، ضروري أن نلتزم قوانين وإجراءات الدولة المعتمدة في هالجانب. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده،